السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مهندس عبد الله مصطفى ودي قناة سيلفي زراعة. النهاردة هكلمك عن نخيل الساكس، من النخيل الجميل جدا اللي بيظهر جمال التنسيق، ومن الشجرة الجميلة المحببة إلى قلبي شجرة نخيل الساكس. طبعا نخيل الساكس بطيء جدا 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 في النمو، لأنه هو يعتبر بيطلع برجين ورق في السنة فقط لا غير. طبعا من قيمة 10-15 سنة كان نخيل الساكس بيتحسب بالورقة، يعني كان بيتباع سعره بالورقة، لو فيه 5 ورقات يبقى بكذا، 20 ورقة بكذا. دلوقتي طبعا بقى يتباع بالسنتيمتر خشب، يعني لو 30 سنتي خشب، 20 سنتي خشب، متر خشب، كل حاجة وليها سعرها. طبعا هو من النخيل الممتاز جدا، ولو انت حابب انك تستثمر فيه طبعا ده بيكون استثمار طويل الأمد، محتاج 5 سنوات ل10 سنوات، من 5 ل10 سنوات عشان تقدر تبيع النخلة وتكسب فيها. الورق لما بيطلع جديد بيبقى شكله ممتاز جدا وبيبقى شكله تحفة، لكن مع الوقت بيبدأ لونها يغير للأخضر الداكن ولونها يبقى التكاثر بتاعه إما بالبذرة، لما الشجرة لما النخلة بتكبر قوي في العمر بتدي بذرة بيتم اكسارها، بيتم ان احنا ناخد البذرة ديت وننبتها، او ان احنا ناخد الخلف بتاعته ديت. بتبقى طبعا طريقة فصلها محتاجة فني مدرب ان هو يفصلها. والنخلة طبعا من النخيل الجميل جدا في التنسيق، ومن النخيل الممتاز برضه في الاستثمار، ولكن استثمار طويل الامد. عندنا فيديوهات موجودة على القناة بالنسبة لدراسة جدوى استثمار فدان نخيل الزينة اللي ممكن يوصلك لربح 2 مليون جنيه. عندنا دراسات جدوى لطريقة ترتيب الأشجار والاستفادة منها. انت حتى لو بتزرع محاصيل حقلية او بتزرع حتى زراعات تقليدية برسيم او غيره، ممكن تستفيد بمجال نباتات الزينة انك تنوع الاستثمار بتاعك، لان كل ما نوعت الاستثمار كل ما قللت من المخاطرة. يعني انت دلوقتي لا تضع البيض في سلة واحدة، انت بتزرع مجال معين من المحاصيل، ممكن تزرع جنب منه استثمار بعيد الامد، تلف الارض كلها مثلا بنخيل ملوكي او بنخيل ساكس او بنخيل كوكس او اي نوع من انواع النخيل، استثمار بعيد المدى او استثمار متوسط المدى من 2 ل3 سنوات او 4 سنوات بالنسبة لأشجار نباتات الزينة. القناة بتاعتنا مهتمة في اغلب مواضيعها بنباتات الزينة، ومهتمة بالاستثمار في مجال الزراعة عموما، ومهتمة اكتر بالربح والخسارة ودراسات الجدوى، على عكس مش معلومات فنية قوي، لكن احنا بندور على مشاريع واموال وحاجات استثمار، انك ايه دي بتكسب كام او دي بتوصل لكام، ده اللي احنا مهتمين بيه، طريقة البيع، طريقة الزراعة. فطبعا نتمنى ان احنا ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. ده كان فيديو بسيط كده عن شجرة نخيل الساكس، اسأل الله نجعله علما نافعا. وما تنساش لو عجبك المحتوى بتاعنا انك تدعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا اول باول، واعمل فعل زر الجرس عشان يوصلك تنبيه بالحلقات بتاعتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.